السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ اسمحوا لي طولت عليكم اليوم لان كنت مشغول سون بيتي ودخلت غير كيما تعشيت وقلت ندير الفيديو هذايا. بون، جينا نحكوا على التصريحات تاع رياض محرز اللي راهو يرفع التحدي، ونحكوا على التصريحات تاع غريليتش اللي دارها على رياض محرز في المؤتمر الصحفي، ونحكوا بعض النقاط اللي هضرها غريليتش في المؤتمر الصحفي. اولا نبداو بالتصريحات تاع رياض محرز ونخليكم تسمعوا غريليتش واش هضر على رياض محرز في المؤتمر الصحفي. واحد النقاط مهمه جدا، بون تصريحات تاع رياض محرز قالها كيما نقولوا للصحافه ماشي في مؤتمر صحفي، ونقلتها مانشستر ايفنينغ هذه كيما راكم تشوفوا لهنايا. تقول لك رياض محرز ينفتح على منافسة رحيم ستيرلينغ وفي الفودين في مان سيتي. في الفودين كان يلعب في الجهة اليسرى ورحيم ستيرلينغ كان يلعب في الجهة اليسرى. دوكا غريليتش راح يشد الجهة اليسرى ويبعثوا، حبوا يقولوا يبعثوا رحيم ستيرلينغ ورياض محرز وفي الفودين يتنافسوا على رياض محرز. وراح نجيكم لواحد النقطة مهمة جدا قالها غريليتش اللي قلتها لكم أنا دي خطرة على ليكيب ناسيونال تاع واسمهم تاع الانجليز، وراهي جايه لا كوب دي موند، فماذا بهم اللاعبين تاعهم يكونوا يلعبوا على هذيك. راني خايف على رياض محرز، رياض محرز راهو يرفع التحدي. دوك نشوفوا. بون، يقول لك يقترب الموسم الجديد بسرعه ويقاتل نجوم مانشستر سيتي من اجل مكان التشكيله الاساسيه لفريق بيب غوارديولا. مع قدوم غريليتش زادت المنافسه. قال لك كشف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي عن كيفية تعامله مع المنافسة على أماكن في الاتحاد، يعني على مكان باش يشد مكانه في الاتحاد. لقد كان فريق بيب غوارديولا المبارك بموهبة عالمية من العمق، يعني جاب واسمه هو المفتاح لتحقيق البلوز ثلاث ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار السنوات الأربعة الماضية، على الرغم من أن هذه الدرجة من القوة غالبا ما تترك مدرب السيتي يعاني من صعوبات في اختيار في أيام المباريات، يعني عنده بزاف لاعبين، في حين أن هذه مشكلة مرحب بها بحرارة لغوارديولا. غوارديولا ماذا به يكون التدوير وماذا به يكون عنده بزاف خيارات. قال لك إلى أنها قد تكون مأزقا مختلفا تماما بالنسبة للاعبين الذين خرجوا من المنافسة، اللاعبين اللي خرجوا من المنافسة اللي يمسكوا سمحوا لي كرسي الاحتياط، فهذه عائق لهم. قال لك حصل لاعبون مثل رحيم ستيرلينغ وإمريك لابورت على دقائق محدودة في دور الاتحاد كما قلوا في العام اللي فات، مما تسبب في إحباطهم الفردي. ومع ذلك يمكن القول إن محرز استمتع بأفضل موسم له حتى الآن منذ انضمامه إلى السيتي من ليستر قبل ثلاث سنوات، وقد ضمن ذلك ظهور في 48 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي. ولكن ما هو شكل المنافسة على مركز في بداية في غوارديولا؟ دوك رياض محرز ماذا تتوقع من محرز هذا الموسم؟ رامي يتسألوا هنايا. قالك محرز قال محرز للملاحظات برنامج وسائل الإعلام الداخلية في المدينة في السيتي، يعني أعتقد أنني حصلت على أرقام جيدة العام الماضي، لكن كان بإمكاني الحصول على المزيد، لكن أدائي كان جيدا جدا. بيب غوارديولا، شوف رياض محرز، بيب غوارديولا توجور يقول لك، مش يقول لك، يقول اللي فات مات، دائما يقولها في المؤتمر الصحفي، حتى البارح في المؤتمر الصحفي مول ماتش تاع ليستر سيتي سقساو على رحيم ستيرلينغ، قال لهم مع الانجليز فات دوكا راهو هنايا دوك نشوفوا واش كاين، يعني اللي فات مات، دائما يقولها بيب غوارديولا، ما تقعدش تقول انا قدمت العام اللي فات راح نشد مكانتي اساسيه. بون، يقول لك ساعدتني المنافسه هنا كثيرا في تحسين مستواي، المدرب ايضا، انه متطلب للغايه، يعني دوموندي بزاف، لديه القليل من التفاصيل وهو يدفعك حتى النهاية، يعني يزيني بوسيك باش تخدم اكثر من واش عندك. قال لك يجب ان تكون قويا عقليا لتصل الى مستوى اعلى واعلى، عليك فقط ان تعمل بجد وتلعب بشكل جيد في كل مباراة ويقرر المدير، يعني انت تلعب في كل مباراة وتدير كل شيء عليك وبيب غوارديولا هو اللي يقرر. قال لك ولكن إذا لعبت جيدا في كل مباراة فلديك فرصة أكبر للعب. قال لك كي تلعب زعما كل مباراة مليحة تكون عندك فرصة مليحة. يا رياض محرز حبيت نسقسيك باللي دوك جاك غريليتش وراحيم ستيرلينغ وفي الفودين وزيد كيفين دي بروين، هاد ما رانيش نحكي على المراكز، أنا نحكي على المجموعة هادية.
انت حبيت تنافس معاهم باش تطير لهم بلاصهم، يعني حبيت تطير دوك جاكريليتش. بون جاكريليتش راهو مليح، خاطيك وخاطر حبوا يجيبوا لك راح مسلك منا وفي الفودير منا. دوك انت حبيت تنافس هاد الزوج، هاد الزوج لي زونغلي هادو ما كابابل يديروا عليك كومبلو اللي داروه عليك ديجا من قبل. يعني هادي نصيحه من عندي، كابابل يديروا عليك كومبلو وين ما تلعب مع كيفين دي برون اللي جاب جاكريليتش. جاكريليتش راهو يشكر سون بيتي في كيفين دي برون. دوك نخليكم تسمعوا واش قال على رياض محرز. فهنايا اللاعبين هادو يقدروا يديروا عليك كومبلي ولا ما يلعبوش معاك كيما شفناها وعانينا وقلنا ما راهمش يلعبوا معاك. وصدق الصح باللي ما كانوش يلعبوا معاك حتى خرج صاملي قال لك باللي رياض محرز اللاعبين تجمعوا قالوا عليه وتجمعوا معاه قالوا له راك تلعب وحدك ولا ما يلعبوا لك. شفناهم شحال من خطا انت ولي تخبط في يدك وما يقدروا يديروها لك هكذا ويكسروك هذا العام اللي تولي ما عندكش زياده فوق الميدان. هما ما يلعبوش معاك بالون، بيب غوارديولا ينحيك ويحط اللاعب اللي يلعبوا مع بالون. هذا هو الخوف. محرز خمم خمم، هذا ننصحك خمم، هذا ما كان. والقرار يعود ليك ماليا من حتى جزائري، القرار يعود ليك ولكن خمم. هذا واش نقول لك؟ شوفوا خوتي نخليكم تسمعوا جاكريليتش واش قال على رياض محرز. دقيقة برك اسمعوا واش قال. No, obviously, you know, I think I'm different to every player in this squad. I think there's, you know, you have people, Raheem, who, you know, wingers that like to run in behind. You have Riyad, who's just, you know, an out and out dribbler. There's obviously Phil, who has, you know, a bit of everything. I feel like I can bring a lot to the team. Bon. هنايا سقسى صحافي قال واش راح تقدم الاضافه للنادي، يعني النادي اللي فيه النجوم كذا وكذا، واش واش نتايا يعني. قال له بون، قال له انا باش نحكي لك على روحي. قال له بون، قال له انا مختلف على الجميع، على الجميع، انا اللعب تاعي مختلف على الجميع. قال له بون، قال له مثلا رحيم السلين قال له يحب يلعب كجناح وراء المدافعين، يعني متاخر وراء المدافعين. قال له رياض محرز يحب يراوغ، يراوغ بزاف، يعني مراوغ على الجهه اليسرى. قال له في الفودين، ركز لي على هذه الكلمه، قال له في الفودين يمتلك كلا الطرفين، يعني يلعب جناح وراء المدافعين ويراوغ. يعني حب يقول باللي فودين خير من رحيم ستيرلينغ وخير من رياض محرز. بون تما هنايا راهو بدا الدعم لوليد بلادهم باش جاكريليتش يشد منا او في الفودين يرمي وهم لها. هذه هي الخطه اللي راهم مخططينها واسمهم لي زونغلي على بالكم ولاد بلادهم. ورحيم ستيرلينغ اذا ما تباعش من داك يبدلوه مع في الفودين ومن داك يبدلوه مع جاكريليتش ورياض محرز تولي تدخل كجوكر. هذا واش راني خايف. اذا راك ضامن باللي راح تلعب اساسي او تلعب، ما نقولكش تلعب اساسي، تلعب مباريات بزاف وزياده، ريح. اذا شت روحك باللي راح تعقب موسم كارثي مع العصابه مع لي زونغلي اللي راهي كثرت، واسمه جاكريليتش في المؤتمر الصحفي قال لهم تمنيت، يعني الشيء الدافع اللي خلاني باش نجي لمانشستر سيتي هو انني نلعب جنب الى جنب مع دي برون. يعني ديجا راهو يشيت لدي برون باش دي برون يدير مع كومبلو يولي صاحبه. وما تنساوش باللي دي برون هو اللي جابو، جبت لكم الصحفي كي ديكلارا بيب غوارديولا قال له دي برون هو اللي عطى لك المعلومات على واسمه على على هذا يا جريليتش. وبيب غوارديولا انكر قال له نو كذا ومنا حنا اللي اخترناه وكذا، فهمتوا؟ فهنايا وهذا واش كان يهضر، قال انا ماذا بيا نلعب، جيت لمانشستر سيتي باش نلعب لان كاين كاس العالم، وكاس العالم هذايا باش نثبت بلاصتي في المنتخب الانجليزي كاساسي. رحيم ستيرلينغ كاس العالم يثبت بلاصتو، في الفودين كاس العالم يثبت بلاصتو، واش راح تثبت بلاصتك انت مع لي زونغلي والدعم الانجليزي اللي شفنا يتهجموا عليك مؤخرا يا رياض محرز، يتهجموا عليك باللي لا لا ونجيبوا في الفودين منا ورحيم ستيرلينغ منا ورياض محرز نبيعوه. فالاعلام الانجليزي عنده دور كبير، واش راه يخطط بيب غوارديولا انت اللي على بالك يا رياض محرز. انا نصيحه كاخ يا رياض محرز، اذا راك ضامن باللي راح تلعب ريح، راك في نادي مليح وكبير. اذا راك شايف في اللوش وشايف باللي بيب غوارديولا راح يرميك في الدكه وراح تعاني، فراح تضيع وقتك برك باطل، راح تضيع عام باطل ولا عامين باطل. اذا ضيعت العام هذا تسمى العام اللي موراه تانيك راح تزيد تضيعه. هذا واش راح نقول لك، لان في فودير صغير في العمر والنادي يبني عليه وهو وليد النادي، مستحيل باش يشد الدكه. باش نديرها لك مليح في راسك، بقى راح نسيل اذا ما تباعوش اللاعبين وبقيت راح خلي يروح برناردو، خلي يروحوا اللاعبين الاخرين، يروح خيسوس، ام حابين يجيبوا واسمه هاري كين، لان مام جريليتش هضر على هاري كين ولمح باللي تسمى ماذا بينا لو كان يزيد يجي هاري كين.
ارواح انت وشدها مع الهيزونغلي يا رياض محرز، انت جزائري النادي انجليزي ويخدم للمنتخب تاعو. خمم مليح يا وليدنا رياض محرز، ما راناش حابين، ما رأ... انا ما تغيضني لو كان نبدا نشوفك تعاني، هذا ما كان الامر يعود ليك انت على بالك واش كاين، واحد ما على باله، لا انا لا واحد اخر. اذا كما قلت لك شد روحك باللي راح تشد بلاستيك ريح، اذا شد روحك راح تعاني الميركاتور مفتوح وقالها بيب غوارديولا. ما نطولش عليكم خاوتي، نقول لكم ليله سعيده، تصبحوا بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.